الشوط السابع للبكار ينطلق بحفظ الله ورعايته. هذا الشوط شوط مزدحم جدا بالأسماء المميزة. البداية مباشرة والمقدمة مع شديدة للسلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، يتصدر شوط البكار السابع مع شديدة. الأسماء الشديدة معك يا بن نايفة في هذا الصباح. انتقالتنا لهملولة، من غيرت سريعا محمد بن راشد بن سلامة الهادري، من انتزع نقطة في هذا الصباح يبحث عن نقطة أخرى وكرت آخر لي أيضا الختامي. الصلفة تصل، علي بن حمد بن جرحب يصل الآن مع الصلفة على المركز الثاني والثالث. المنطلقات هي حربة لزايد بن سعيد الخيارين. المركز الرابع الوصول مع تشريف، من انطلقت في هذا الشوط حسن بن راشد الجفالي النعيمي، وخامس المراكز انطلاقة من الشحانية عيسى بن سلطان بن سند المسيفري، لكن هملولة راحت بالنقطة الثانية. بن سلامة راح، بن سلامة يباعد المسافة في هذه اللحظات لينتزع الفوز والناموس، لكن تبقى الكثير، ذهب الكثير وتبقى الكثير يا بن سلامة. 600 متر والشوط، الشوط زحمة، الشوط زحمة والأسماء تصل. أول الواصلات الصلفة علي بن حمد بن جرحب وأيضا شديدة سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفة، شعار الشوط الرئيسي. هل سينتزع نقطة أخرى؟ ولكن بسلامة هو بالحد ذاته يبحث عن نقطة أخرى في هذا الصباح، يبحث عن تأهيل آخر مع هملولة. محمد بن راشد بن سلامة الهادري والسلالة الهملولية التي لا تخيب مالكها، لا تخيب مضمرها، لكن بن جرحب وصل. الصلفة وصلت الآن، علي بن حمد بن جرحب مع هذا التقدم الخطير على المركز الثاني، لكن يا سلام هملولة انطلقت، هملولة سارت إلى الناموس، إلى المركز الأول والنقطة الثانية والتأهيل الثاني على التوالي. بن سلامة تهانينا والناموس المركز الثاني. الصلفة للسيد علي بن حمد بن جرحب، والمركز الثالث كان مع شديدة للسيد سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري. التوقيت الزمني دقيقتين و18 ثانية و62 جزء من الثانية.